بس خلينا نحكي على موضوع البايوديرما جانجرينوسوم. طبعا البايوديرما جانجرينوسوم احنا بشكل عام نعرف انه يعني it's one of the diseases اللي صراحة كلش painful بالنسبة للشخص. البايوديرما جانجرينوسوم ليش ده تصير؟ ده تصير نتيجة لانه دي يصير اكو ulceration بالسكن نتيجة usually تكون هاي يعني هذا هاي السكن ulceration تكون نتيجة للإميونولوجيكال رياكتيفيتي. يعني مثلا patients من الممكن يعانون من inflammatory bowel disease، وخصوصا الانفلاماتوري باول ديزيز الالسرتيف كولايتس، سواء كان الالسرتيف كولايتس او الكرونز ديزيز اللي هي هاي ان شاء الله راح يعني تاخذوها انتم بصف رابع بال يعني بالجي اي تي. واحدة من الحالات نتيجة لهاي الاميونولوجيكال هايبر رياكتيفيتي ممكن تصير بايدرما جانجرينوس الالسريشن سيفير with purple undermined edges. زين، ممكن تصير بغير حالات، ممكن تصير بالروماتويد ارترايتس، ممكن تصير بالنون هوجكنز لنفوما، ممكن تصير بالواجنرز جرانيلوماتوسيس with polyangiitis. زين، هذني كلها هذني الديزيزز اللي هي تعتبر يعني part of the immunological response. ممكن انه يصير في immunological response regarding the skin، وبالتالي ممكن انه يصير اكو بايدرما جانجرينوس. الالسرز بشكل عام لانه هي تكون جايه نتيجه immunological response، اذا نعطي ستيرويدز they usually generally respond to steroids. زين، فبالتالي سيرجري راح تكون rarely indicated، وبالحقيقه it may exacerbate the condition بعد يعني تسويها أسوأ. هاي صوره للبايوديرما جانجرينوس. نلاحظ انه شلون الايدجز تكون بيربل وشلون تكون undermined. طبعا هاي تصير بالحالات اللي مثل ما حكينا، خصوصا يعني من اهم الحالات اللي هي الانفلاماتوري باول ديزيز، هي اكثر حاله اسوسييتد وذ بايوديرما جانجرينوس. انفكشنز، الانفكشنز بشكل عام احنا حكينا عليها سابقا، حكينا على الامبيتيجو، حكينا على الاريسيبيلز. ان الامبيتيجو هو عباره عن سوبرفيشال انفكشن بالسكن وذ سواء كان ستاف او سواء كان ستراب او بوث. فالامبيتيجو راح يصير اكو في البليسترز، وهاي البليسترز لما راح الترابتشر راح تترك فد يعني نسميه هاني كروست او هاني كولرد كروست، وعادة تأثر على الاطفال، وبالتالي انه احنا نغسل المنطقه ونستخدم انتي ستافيلوكوكال تريتمنت، يكون توبيكال انتي ستافيلوكوكال تريتمنت. زين، ممكن في بعض الحالات ممكن نستخدم الانتي بايوتكس الاورال انتي بايوتكس، يعني خصوصا لما يكون ستراب مو ستاف. الستاف عادة ما يحتاج إلى أنه نستخدم له الانتيبايتكس عدا الأورال، عدا عفوا اللوكال، بينما الستراب ممكن أنه نعطي الأورال انتيبايتكس. الإيريسيبيلز لا، الإيريسيبيلز هو عبارة عن احنا طبعا أخذناها in the context of أنه احنا شلون نفرق الإيريسيبيلز عن السليولايتس إذا نتذكر. فالإيريسيبيلز هو عبارة عن sharp demarcated streptococcal infection. اوكي، عادة هذا الانفكشن ما راح يكون بالسوبرفيشال لمفاتكس. لما نقول شارب ديماركيشن، اذا تتذكرون احنا نعرف انه ديماركيشن كلش مهم، لانه السليلايتس ما بيها ذاك الديماركيشن القوي، بينما الايرسيبيلز لا، بيها هذا الديماركيشن القوي، يعني اكو فد لاين دي يوقف الانفكشن. زين، فاذا عادة it's usually associated with broken skin، سواء كان بالفيس، سواء كان باللور لمبس، بأي مكان من الجسم من الممكن أن تصير. عادة البيشنت من الممكن أن هذا ستريبتوكوكو انفكشن، فممكن يصير عنده فيفر، يصير عنده لوكوسايتوسيس. هنا احنا المفروض انه ننطي برود سبكترم انتي بايوتكس. اوكي، ورا ما ننطي برود سبكترم انتي بايوتكس الامور كلها راح تنحل والانفكشن راح يروح. بس هو مثل ما نعرف انه شاربلي ديماركيتد inflammation or infection can be with strep نتيجه لل involvement of the superficial lymphatics. هنا هاي اللي بنشوفها عباره عن صوره للامبيتيكو. اوكي، لاحظ الهاني colored crust، وهنا هاي هنا مثل ما نلاحظ انه this patient has يعني a sharp demarcation involving the skin of the face. هنا مثل ما نلاحظ but this is erysipelas of the face. السليلايتس او الليمفانجايتس مثل ما نعرف انه this is an inflammation او infection بالحقيقة، مو inflammation، this is a bacterial infection بالسكن والسبكتينيوس تيشو.
ما راح يكون مثل الار سي بيز ويل دي ماركتد، راح يكون جنرالايزد. همينا من الممكن انه يكون اسوسييتد بروكن سكن، بس هو هنا ان جنرال راح يكون جنرالايزد. والاريا مال الانفلاميشن راح تكون اكسباندنج، الاريا اوف انفكشن او الانفلاميشن او الريدنس راح تكون اكسباندنج، فبالتالي راح يصير اكو اريديماتس، اديماتس تيشو يكون بينفول associated with fever, associated with leukocytosis, but the erysipelas, ولكن هنا هذا راح يكون ماكو sharp demarcation. اوكي؟ في هنا يعني الارثيما تكون tracked along with the lymphatics. اوكي؟ فهنا شو نسميها؟ نسميها lymphangitis, انه tracking along the lymphatics. فانا هنا اكيد مثل ما يعني هو ما راح يفرق انه cellulitis او lymphangitis شنو الموست كومن organism مالتها. بالحقيقة السراب يبقى the commonest causative organism. Okay. It should be taken culture إلى آخره. هو يعني you should administer the broad spectrum antibiotics. Okay. في بعض الحالات they will also recommend إنه إحنا نرفع اللم. Okay. حتى نقلل من ال blood flow إلى وبالتالي نقلل نحاول إنه نقلل من inflammation. It can help to a certain extent, بس يبقى الجول الأساسي مالتنا أو التريتمنت الأساسي والبلان الأساسية هو ال administration of broad spectrum antibiotics. إحنا نلاحظ إنه ماكو فد line of demarcation بيجي. فإذا هذا شنو؟ هذا cellulitis. Necrotizing fasciitis. طبعا necrotizing fasciitis احنا حكينا عليه بالinfections. فاحنا عرفنا انه اكو هواي طبعا باي مكان ممكن يصير اكو نيكروتايزنج فيشيتس. اوكي مو يعني اكو مرات النيكروتايزنج فيشيتس يصير له سبيسيفيك نيم. اوكي يعني على سبيل المثال مثلا احنا نقول اذا صار بالسكن اوف ذا بيرينيوم او بالسكن اوف ذا سكروتم او الاخرين ممكن انه هنا نسميه فورنيرز جانجرين، بينما اذا صار بالابدومن بالانتيرير ابدومينال وول هنا بهاي الحاله راح نسميه ميلينيز جانجر. اوكي او سينرجستيك جانجر. طبعا they are the variants of the same disease process اللي هو necrotizing fasciitis اللي بيجي عاده من سينرجستيك بوليمايكروبيال انفكشن. هذا دائما يجي بالام سي كيو لان هواي ناس يعتقدون انه هو يا اما ستاف يا اما ستريب. لا بالحقيقه هو سينرجستيك هواي اورجانيزم تلعب دور بيه، الستريبتوكوكال سبيسيز ان كومبينيشن وذ ستاف وذ ايكولاي وذ سودوموناس وذ بروتيوس وذ باكتيرويديز وذ كلوستريديا يعني ايروبيك اند انيروبيك اورجانيزمز. وعاده 80% راح يكون عندهم هيستوري اوف تروما. اوكي اغلب الحالات هو يعني افكت ذا لور لم اكثر من الابر لم. وطبعا ليش دي يصير هو يعني هيك نوع من الجانجرين؟ نتيجة لي انه ديفكتيف اميونيتي. وليش تصير ديفكتيف اميونيتي؟ نتيجة لي انه الشخص صار عنده تروما، ولما صار عنده تروما هو اصلا عنده دايابيتيز، هو عنده احتمال اميونو سبريشن، ياخذ اميونو سبريسيف دراجز، ياخذ انتي او خلينا نقول كيموثيرابي. اوكي او هي سموكينج او وات ايفر، اي شيء من الاشياء اللي تسوي ديفكتيف immunity. أو بالتالي ممكن أنه حتى مرات ال perineal infection في بعض يعني من ناحية الفورنيرز جانجلين إنه مثلاً أكو abscess أو أكو barthelonsis أو مثل ما قلنا أي skin damage، سواء كان يعني أي trauma، سواء كانت من knife، سواء كانت من وقعة، سواء كانت من أنه يعني خلينا نقول من bite، من boil، من abrasion، أي شيء. كل هاي ممكن يؤدي الى انه سرق في الانتري زون، وهو الشخص موس احنا كنا ممكن ننجرح، بس هذاك الشخص هو اللي راح يكون اسوسييتد وذ وات وذ اميونو سبريشن وخصوصا الدايابيتيز، فبالتالي ممكن يصير عنده هاي الحاله دي النكروتايزنج فيشاتس. طبعا جنرال احنا بالنسبه للكلاسيكال ساينز هي الاديما بالسكن والاريثيما، ويكون التكستشر اوف ذا سكن وودي هارد. اوكي يكون الـ texture of the skin is woody hard لأنه conformed of the subcutaneous tissue، بحيث أنه إحنا ما راح نقدر نعرف يعني حتى لما نفتح يكون خلاص يعني ما نقدر نعرف ما بين
مش يعني خلينا نقول البلينز، اقدر اميز البلينز ما بين الفيشيا ما بين المصل ما بين الجنرال ما بين اي شيء صراحه، كلها راح تكون يعني افكتيف وكلها راح تكون نكروزد. فحتى يعني راح يكون اكو فشي ملاحظه كلش مهم انه البين راح يكون ديسبروبورشنت للافكتيد اريا. ليش؟ لانه ممكن الافكتيد اريا تكون ظاهريا صغيره بس هي بالحقيقه ممتده من داخل السبكتينس تيشو بدون ما تاثر على السكن الفوق. فلذلك السبب ممكن نشوف انه اكو بين ديسبروبورشنت لل يعني خلينا نقول للافكتيد اريا. اوكي، ممكن انه يصير associated with vesicles، ممكن يصير اكو ويا soft tissue crepitus خصوصا بالorganisms اللي they produce air او gas forming organisms. زين هاي كلها ممكن انه نخليها abundant. So بشكل عام من نقطة كلش كلش مهمة ممكن تجيكم MCQ انه عادة بالnecrotizing fasciitis cases lymphangitis tends to be absent. Okay, lymphatic vessels, يعني lymphangitis tends to be absent. زين هسه in general بالبداية ممكن ان patients يكونوا febrile، ممكن patients يكونوا tachycardic، بس بعدين راح يتحولون الى septic shock اللي قد يكون من ضمنها tachycardia، ضمنها bradycardia، قد يكون يعني in general قد يكون اكو fever، قد يكون ماكو fever، بالضبط مثل يعني ال SIRS. هو احنا نتحول ندخل بsystemic inflammatory response syndrome مثل ما حكينا. Okay, and radiographs عادة it may demonstrate air in the tissues بس مو شرط انه احنا ناخذها اذا كنا متاكدين. اوكي، واذا كنا بالفحص بالجنرال اكزامينشن اكو كرابتس بالموضوع. So المانجمنت اكيد راح يكون فلويد ريسستيشن، تراي تو اوفركم ذا سبتيك شوك اللي بيها البيشنت. We should monitor the patient in the ICU, اللي هو في intensive care unit. In other, in shock, the patient, we should, مفروض انه رأسا نسوي debridement كامل، يعني رأسا ناخذ صارت العمليات نسوي debridement كامل للمنطقة، نشيل كل النكروتيك تيشو، كل الانفلامد تيشو، الانفكتد تيشو، وإضافة إلى ذلك نعطي broad spectrum antibiotics. بس نقطة كلش مهمة ما مذكورة هنا انه في بعض الحالات احنا نقدر نستخدم الهايبربيريك اوكسجين ثيرابي، يعني فوت الغرفه هايبربيريك اوكسجين ايضا هذا يعتبر تريتمنت اوبشن فور، يعني اضافه الى الديبريدنت والانتيباتيك فور ذا كيسز اوف نيكروتايزنج فيشيتس. اوكي، طبعا هي تعتبر مثل سيرجيكال ايمرجنسي فيش شود بي ديبريدد. اوكي، اند ايرلي سيرجيكال ريفيو، وحتى مرات نستخدم الفاك اللي حكينا عليه سابقا، فاكيو اسيستد دريسنج. اوكي، مرات اذا كلش اخذنا من السكن نقدر نستخدم ايرلي سكن جرافت تو مينيمايز ذا بروتين فلويد لوس، وبالتالي ممكن انه تقلل من يعني نحاول تقلل من الشوك. بس المورتاليتي تبقى حتى وذ برومبت اوبريتيف انترفنشن، حتى وذ ذا بيست كير، اذا صار هذا الشيء لا سمح الله المورتاليتي تتراوح ما بين 30 الى 50%. فاذا نيكروتايزنج فيشيتس يعتبر سيرجيكال ايمرجنسي، it's a polymicrobial synergistic infection, 80% history of previous trauma or infection, it's rapidly progressing to septic shock, يحتاج الى urgent resuscitation, الى urgent surgical treatment, والى antibiotic therapy، اضافه الى ذلك في بعض الحالات if available hyperbaric oxygen therapy, والmortality even in the best يعني with the best care راح تتراوح ما بين 30 الى 50%.